يوم 22 من شهر مارس آذار عام 1954 صدر الفيلم 16 في قائمة أفلام موسيقار الأزمان الراحل فريد الأطرش رسالة غرام، وهو فيلم من إنتاجي وتم عرضه بالعديد من القاعات السينمائية، استوديو مصر بالقاهرة وريتس بالإسكندرية والتعاون بالإسماعيلية والبلدية بدمنهور واللبان بدمياط. والفيلم مأخوذ عن قصة تحت ظلال الزيزفون للأديب الفرنسي ألفونس كار، وقد نقلها إلى العربية الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي كما هو معلوم. أما الحوار في الفيلم فليوسف عيسى والإخراج لهنري بركات، وقد قامت بالبطولة النسائية إلى جانب فريد الأطرش مريم فخر الدين، وشارك في التمثيل كمال الشناوي وحسين رياض وعبد السلام النابلسي وزمور رودا وعمر الحريري. ويتضمن الفيلم 5 أغنيات، اسأل الفجر والغروب لصالح جودات، و4 أغنيات لمأمون الشناوي، انت اللي كنت بدور عليك، انا وانت والدنيا كفاية علينا، انا كنت فاكرك ملاك، يا قلبي يا مجروح. وتجدر الإشارة ان الزيارة الثانية لفريد الأطرش للمغرب كانت من اجل تسويق فيلم رسالة غرام. عزيزتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. في يوم 30 من شهر مارس آذار عام 1954 صدر العدد 139 من مجلة الكواكب تزين غلافه صورة رائعة لموسيقار الأزمان الراحل فريد الأطرش بطل فيلم رسالة غرام، حيث قدم فريد الأطرش قصة الحب السامي في إطار من أعدب الأغاني والموسيقى كما نوهت المجلة. ومن مواد العدد رسالة غرام في نقد الأسبوع من توقيع ابن زيدون، وسيكون لنا اللقاء مع الموضوع في كبسولة قادمة بحول الله. كذبة أثرت في حياتي، يعني الكذبة الأبريلية في حياة الفنانين. الحب في قطار الرحمة للنجمة مديحة يسري. قصة حياتي بقلم النجم كمال الشناوي. أكاذيب بمناسبة وبغير مناسبة. جولة الكواكب وراء الكواليس. وبصفحة بيني وبينك، حيث يقدم طرزان الكواكب أجوبة طريفة عن رسائل القراء، كتبت آنسة من السعودية: إني معجبة جدا بأغاني فريد الأطرش وليلى مراد. فأجابها طرزان بقوله: طيب. وسأل أحدهم من العراق: لماذا لا نرى فريد الأطرش في فيلم مع نعيمة عاكف؟ فصدق طرزان على سؤاله بقوله: فكرة. وسأل آخر من العراق أيضا، وقع سؤاله باسم حسود: هل تعرف ما سر هيام الفتيات بالأستاذ فريد الأطرش مع أنه ليس جميلا؟ فكان رد طرزان: قلة عقل. وكتب آخر من القاهرة: أنا من عشاق الفن، فهل يمكن أن تتوسط لي عند فريد الأطرش لكي يعلمني أصول الفن لأظهر معه في السينما؟ فقال له طرزان: هو فاضلك يا ابني، خليه في حاله. تغمد الله برحمته الواسعة فريد الأطرش موسيقار الأزمان، وأسكنه في صيح الجنان. وحتى لقاء آخر، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.